بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنتعرف اليوم على نوع آخر من المقاومات المستعملة في الدوائر الإلكترونية، وهذه المقاومات تعرف باسم الفاريستور من variable resistance، أي مقاومة متغيرة، إلا أن هذه المقاومات المتغيرة تختلف عن المقاومات المتغيرة والتي رأيناها في الدرس 1-3 الخاص بالمقاومات. فتغير مقاومة الفاريستور تتوقف على تغير التوتر الذي يخضع له، لذلك نجده يسمى أيضا VRD أو RDT بالفرنسية، من ريزيستانس ديبوندون دو لاتونسيون. وشكل الفاريستور لا يختلف عن شكل بعض المركبات الإلكترونية الأخرى، فهو يشبه مثلا مقاومة السيتيان، كما يشبه بعض مكثفات السيراميك، والمعلومات المكتوبة على سطحها هي التي تسمح بالتمييز بين مختلف هذه المركبات. وكل هذه المركبات الإلكترونية أي الفاريستور، المقاومة الحرارية NTC، والمكثفة قد نجدها مركبة على نفس الدائرة الإلكترونية. في الفاريستور يستعمل لحماية الدوائر الإلكترونية من الارتفاع المفاجئ والمفرط في التوتر، لذلك يركب دائما في بداية الدارة التي نريد حمايتها، وهو يشتغل في التيار المتناوب كما يشتغل في التيار المستمر. ومقاومة المركب تكون جد كبيرة، وبذلك فهو يتصرف في الدارة كقاطعة مفتوحة عندما يكون سليم ولم يتعرض للتلف. أما عندما يتعرض للتلف بفعل ارتفاع التوتر، فإن مقاومة الأخير تنخفض وتصبح جد ضعيفة، والفاريستور في هذه الحالة يكافئ قاطعة مغلوقة، مما يؤدي إلى تقصير الدارة فينفجر ويتحطم. ولتفادي آثار هذه الدارة القصيرة يضاف مصهر أو فيزيبل في أحد هذين الناقلين. ومقاومة هذا الفاريستور 7D221 جد كبيرة وتتعدى 200 ميجا أوم، وهذا يعني أن هذا الفاريستور جيد وصالح للاستعمال. أما مقاومة هذا الفاريستور والذي يحمل نفس تسمية ونفس خصائص الفاريستور الأول، فجد ضعيفة ولا تتعدى 40 أوم، وهذا يعني أن هذا الفاريستور تعرض للتلف وأصبح غير صالح للاستعمال. وفي هذه التجربة التي ركبنا فيها فاريستور بالتفرع مع مصباح 230 فولت، فإن مقاومة الفاريستور تبقى مرتفعة ما لم تصل الزيادة في التوتر إلى توتر عتبة الفاريستور. وبتطبيق توتر الشبكة للفاريستور، فإن هذا لا يؤثر على تشغيل هذا الأخير. وفي هذه التجربة توتر الشبكة هو 230 فولت، وتغير التوتر يقدر ب10%، لذلك فإن هذا التوتر يمكن أن ينخفض إلى 207 فولت ويرتفع إلى 253 فولت. وحتى وإن طبقنا توتر أكبر من 253 فولت، لكن بشرط أن يكون أقل من توتر عتبة الفاريستور، فإن ذلك لا يؤثر في شيء في تشغيل هذا الأخير. حتى وإن بلغ التوتر 272 فولت، فإن ذلك لا يؤثر على الفاريستور. وبالعودة إلى الداتا شيت نجد مركب
بتوتر عتبة 250 فولت وآخر ب 275 فولت، وتوتر العتبة هو أقصى توتر يتحمله الفاريستور دون أن تنخفض مقاومته ويقصر الضارة. لذلك سنختار فاريستور بتوتر عتبة 275 فولت في المتناوب و 350 فولت في التيار المستمر. ولاختيار فاريستور بهذه العتبة نعود إلى الداتا شيت لنجد مثلا تي في ار 20431 أو 07D431 ك أو S05 إلى S20K275 أو GVR 14N431 ك أو TVR 14431. وهذا النوع الأخير هو الذي استعمل لحماية هذه الدائرة. فلتوتر 230 فولت إذن، ولتغير في هذا التوتر يقدر ب10% أي ما يعادل 23 فولت، فإن هذا التوتر قد يصل إلى 253 فولت. ومن داتا شيت فإن توتر العتبة الموافق لهذا التوتر الفعال هو 275 فولت. أما التوتر في المستمر فيمثل توتر القمة أو لا تونسيون دو كرات، والتي تساوي 253 في جذر 2 وتساوي 357 فولت. ومن داتا شيت فإن توتر عتبة هذا الفاريستور في المتناوب هو 275 فولت، وفي المستمر هو 350 فولت. في الفاريستور يستعمل إذن لحماية الدوائر الإلكترونية من الارتفاع المفاجئ في التوتر، والذي قد يكون ناتج عن لمس أحد الأطوار للمحايد أو عن تقطع المحايد خارج المسكن مع غياب محايد الحماية. كما أن هذا الارتفاع في التوتر قد يكون ناتج عن موجة عابرة لصاعقة، ولحماية الأجهزة الكهربائية للمسكن من مثل هذه الاضطرابات نستعمل جهاز خاص يسمى البارافودر في الأماكن التي تكثر فيها الصواعق. كما يضاف هذا الجهاز للحماية من الارتفاع في التوتر الناتج عن كل الاضطرابات ما عدا الارتفاع الناتج عن الصواعق. والجهاز كما يسمح بالحماية من ارتفاع التوتر يسمح أيضا بالحماية من انخفاض التوتر. وبعد ضبط الجهاز على 210 فولت كحد أدنى و 245 فولت كحد أقصى وعلى 5 ثواني زمن التبديل، أي الزمن اللازم للمرور من حالة التوقف إلى حالة التشغيل. فعندما ينخفض التوتر ويصبح أقل من 210 فولت فإن التيار ينقطع عن المسكن والذي مثلناه بهذا المصباح، وهذا المؤشر يومض أي يشتعل وينطفئ باستمرار. وعندما يتعدى التوتر 210 فولت وبعد انقضاء الخمس ثواني فإن المصباح يشتعل وهذا المؤشر ينطفئ. وينطفئ من جديد عندما ينخفض التوتر أو عندما يتعدى التوتر 245 فولت، فهنا المصباح لا يشتعل والمؤشر يشتعل بصورة دائمة. وعندما ينخفض التوتر إلى قيمة أقل من 245 فولت فإن المصباح يشتعل من جديد وهذا المؤشر ينطفئ.